السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أول حاجة دكتور بغيت نسولك غير واحد السؤال، ديك المرة سولتك على الوضوء، يعني واش الإنسان اللي بغى يرقي وليداته يكون متوضئ، ولكن اللي بغى يقرا في الماء واش ثاني يكون متوضئ ولا لا؟ يعني واش ضروري ولا لا؟ أيها لا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. جوابا للأم محمد على الأسئلة ديالك والتدخلات، أول حاجة كتسولي اللي بغى يدير الرقية لوليداته وخصه لابد يكون متوضئ، أو اللي بغى يقرأ القرآن الكريم. هو الوضوء مستحب، الوضوء واجب في أمرين اثنين، يكون واجب متى؟ في الصلاة، الصلوات المفروضة والنوافل، كل صلاة لابد أن يكون فيها الوضوء. فمفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، لابد أن يكون هناك الوضوء في الصلاة. الأمر الثاني ما هو؟ هو الطواف حول الكعبة، لأن الطواف هو بمثابة صلاة. فهذه جوج الأمور اللي فيها الوضوء واجب، ما عداها مستحب. إنسان غادي يقرأ القرآن الكريم من المستحب أن يكون طاهر، غادي يجلس في حلقة ديال العلم مستحب أن يكون طاهر، غادي يدف واحد العمل ديال الخير مزيان يكون طاهر، كذلك الرقية مزيان تكون طاهر. لكن طاهر كتكون عندك التحصين وكتكون عندك البركة زائدة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.